الله لك يا شيخ. توجيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا. هذا الأثر لا تطمئن إليه النفس، لا من جهة سنده ولا من جهة معناه. القرآن الكريم تكلم الله به حين إنزاله، وهو في اللوح المحفوظ، هذا الذي جاء به القرآن، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وهذا اللوح المحفوظ. أما أنه نزل إلى بيت العزة للسماء الدنيا، فهذا يحتاج إلى نص صريح من الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه.